بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وبارك لنا فيما أقمتنا فيه، وأعنا على ما أقمتنا فيه، ووفقنا فيما أقمتنا فيه، وخذ بأيدينا إليك بما أقمتنا فيه مما أقمتنا فيه، وحل بيننا وبين غيرك حتى لا نشاهد في الكون إلا أثر إحسانك وبرك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك طائعين، لك راغبين راهبين، وإليك مخبتين منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا يا رب العالمين. وفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا رب العالمين، اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها، وتقبلها منا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على متن على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. ونحن اليوم في فصل في الشركة، ويبقى في الجزء الأول من هذا الكتاب المبارك الشركة والوكالة، وننتهي من المجلد الأول من هذا الكتاب في حوالي 8 سنوات. يعني بدأنا فيه حوالي من تقريبا قريبا من 8 سنين، وفضل جلستان وننتهي من نصف الكتاب في 8 سنوات، والنصف الآخر يحتاج حوالي 6 سنوات، وطولة العمر تبلغ الأمل، وربنا يقوينا. فصل في الشركة. فصل في بيان أحكام الشركة. يقول: الشركة، وهي لغة الاختلاط، تملي أي حاجة مختلطة مع بعضها وملك مجموعة من الناس يسموهم شركة، مش كده برضو؟ شركة أو شركة يعني شيء مختلط يملكه مجموعة من الناس، دي معناها الشركة. هي أصلا معناها الاختلاط لغة، وشرعا لها معنى شرعي ثاني بقى: ثبوت الحق على جهة الشيوع في شيء واحد لاثنين فأكثر. يبقى ثبوت الحق على جهة الشيوع زي ما يجي مثلا مجموعة ورثة أبوهم يموت وترك لهم إرث، بيبقوا يملكوا هذا الإرث شائع بينهم، كل واحد بنصيب إرث، يبقى أصبحوا شركاء في إيه؟ في التركة، مش كده برضه؟ يبقى اسمها شركة. وقد تكون الشركة إن مجموعة اجتمعوا وحطوا أموالهم على بعضهم وابتدوا يسوقوها في السوق ويشتغلوا بيها، فبقت برضو شركة، وهكذا. فالشركة أنواع كثيرة. فهي ثبوت الحق على جهة الشيوع، يعني على جهة الشيوع يعني أنا ليا النصف، بس النصف في كل حاجة، مش النص ده. لما نقول النص ده يبقى على جهة التعيين في فرز وتجنيب، لكن لما أقول على جهة الشيوع يبقى خلاص، يبقى أنا ليا النصف في كل شيء من هذا الموجود أمامي. كويس؟ يعني شائع، أدي معنى الشيوع. زي ما نبقى احنا الاثنين نملك مثلا فدان، أنا ليا في الفدان ده 10 أراريط وأنت ليك 14 إيراد. أنت ما تعرفش فين ال10 أراريط بتوعي، وأنا مش عارف فين ال14 إيراد. الفدان كل ده بتاعنا مع بعض، أنا ليا في كله 10 أراريط لكن مش متجنبه، وده ليه 14 إيراد لكن مش يبقى اسمها شيوع، شائع. بخلاف لما نيجي نفرز ونحدد ويبقى ده بتاعك وده بتاعي، يبقى هنا ما بقتش الشركة. يبقى ثبوت الحق على جهة الشيوع في شيء واحد لاثنين فأكثر. ما هو أقل حاجة في الشركة اثنين، ولا حد لأكثرها. ساعات الشركة المساهمة يبقى يملكها ملايين من الناس ويعملوها أسهم، مش
كده برضو؟ يبقى ممكن اتنين فاكثر ما يضرش. وللشركة خمس شرائط عشان تبقى شركة فقهية صحيحة على مذهب السادة الشافعية، لازم يتوفر فيها خمس شرائط. الاول ان تكون الشركة على نض. نض يعني نقد معتبر، يعني عملة معتبرة متعامل بها متعارف عليها، ادي النض. يعني نقول مثلا الشركة بتاعتنا رأس مالها مليون دولار، الدولار ده عملة متعارف عليها ويتعامل بها كويس، او مثلا مليون جنيه مصري او مليون يورو او اي حاجة من العملات النضة. يعني النضة يعني اللي صارت نقد معتبر متعارف على التعامل به. يبقى اول حاجة على نض، اي نقد من الدراهم والدنانير. ايام الفقهاء دول كان النقد عبارة عن ايه؟ دراهم ودنانير. الدنانير عبارة عن ذهب، والدراهم عبارة عن فضة. احنا الوقت مش هتقول كده، هنقول اوراق مالية مثلا. يعني لو كتبنا فقه في العصر بتاعنا هنقول ايه؟ نقد يعني اوراق مالية، بنك نوت، ادي النقد في زماننا احنا. وان كان مغشوشين، ولو كان حتى الدراهم والدنانير دي مغشوشة لكنها رائجة. ما هو كان ساعات زمان يبقى الدنانير معمولة من ذهب بس مش عيار 24، عيار 21 وعيار 18. يعني الجنيه الانجليزي عيار 18 مش كده برضو، وفي الجنيه المصري عيار 21. فيبقى ما هو عيار 21 يعني ايه؟ يعني مغشوش. يعني هو المفروض عشان يبقى صافي يبقى 24 في 24، 24 قيراط. يقول لك انا ايه مستريح 24 قيراط، يعني 100%. يبقى 21 معناه ايه؟ معناه ان في سبع مغشوش حاطينه عليه، واضح؟ طب 18 قيراط يعني يبقى معناه ان في كام؟ ربع مغشوش، ست قراريط مغشوشه مش ذهب و18 قيراط ذهب، ادي معنى مغشوش. فلو كان هذا المغشوش معتبر وبيتعامل به في السوق يبقى تنفع الشركة به، وإن كان مغشوشين، واضح؟ يحسن تفتكر ولو كانت عملة مزورة، لا مش مفهومة كده، ما تفهمهاش كده يا أستاذ. عملة مزورة تبقى حرام، لكن مغشوشين هنا يعني ليس خالصين، لا هم ذهب خالص ولا فضة خالص. وعلشان الذهب يتعامل به ويتعمل عملة لازم يضيف عليه سبائك أخرى غير ذهبية عشان يصلح لإيه؟ لأنه يتعمل عملة ويتدور ويتختم ويبقى عليه كتابة بارزة. وإلا لو كان ذهب 100% ما يعرفش إيه يصيغه صياغة تصلح للتعامل، واضح؟ وإن كان مغشوشين واستمر رواجهما في البلد، يبقى لازم يبقى إيه؟ إن هما يبقى عملة رايجة. رايجة يعني إيه؟ يعني مستعملة، يعني في قبول عام ليها، قبول عام بحيث ما تديها لواحد ما يردها لكش، تقول له اديني البضاعة دي وتطلعها له يقول لك اه هات. انما ما تطلع له انت دلوقتي مثلا عملة قديمة عفى عليها الدهر، جنيه مرسوم عليه مثلا الملك حسن ولا حسين ايام ما كان الجنيه ايام السلطان حسين تامر، اه دي عملة تاريخية يعرفها هواة العملة، يمكن تبقى قيمتها أكتر من اللي هي فيه، لكن ما ينفعش أعمل شركة بيها. لكن دي عملة تاريخية، يعني ممكن يبقى الجنيه ده يساوي 10,000 جنيه، لأنه ده ليه قيمة تاريخية. لكن ما ينفعش أعمل بيه شركة، لأن ملهاش رواج، ممكن أديها لواحد في السوق دلوقتي يقول لي أعمل بيه إيه ده؟ واضح؟ أصرفه منين؟ يبقى لازم رايجة، عملة رايجة يعني إيه؟ يعني في قبول عام في السوق. واستمر رواجهما في البلد ولا تصح في تبر. التبر اللي هو الذهب وهو طالع من المنجم بتاع الذهب، لسه مختلط بالتراب ومختلط بايه؟ بمعادن اخرى لسه ما استخلصناهوش. يبقى التبر ما ينفعش الشركه في التبر. والحلي، واحده تحط الحلي بتاعها مع حلي واحده ثانيه ونقول نعمل شركه، دي جايبه غويشه ودي جايبه حلق وده جايبه خلخال ودي جايبه انسيال، ما ينفعش، لان ده حلي. الحلي ده مش متعامل بيه في السوق، ده انت لازم الاول تبيعه علشان تحوله
الى نقد معتبر رايج، فيبقى ما ينفعش في الحلي. والسبائك والسبيكه برضه ما تنفعش نعمل شركه في سبائك، لكن السبائك دي نبيعها نحولها الى نقد معتبر رايج ونعمل الشركه بالنقد الرايج عشان يعرف كل واحد نصيبه كام. وتكون الشركه ايضا على المثلي. المثلي اللي هو ايه؟ يعني مش متميز من بعض. المثلي يعني انا عندي 10 اردب قمح وانت 20 اردب قمح، نحطهم مع بعض في مخزن واحد ونبقى تجار قمح جمله. ينفع نعمل شركه؟ ده قمح وده قمح، واضح؟ ده مثلي، فهمت؟ انما ما ينفعش على القيمي، الحاجه اللي ليها قيمه، قيمه في ذاتها. يعني ما ينفعش اعمل شركه من كراسي، لان كل كرسي ليه قيمه. ممكن الكرسي ده يساوي 10 كراسي من البلاستيك دي و20 كرسي من البلاستيك دي. احط لك كرسي زي ده خشب وتحط خش لي انت ب 20 كرسي بلاستيك ونعمل شركه كراسي؟ طب انا هعرف نصيبي قد ايه؟ الى قيمي مش مثلي. فما ينفعش الشركه بالقيمي اللي كل حاجه ليها قيمه مختلفه عن اخرى، لكن ينفع بالمثلي، واضح؟ وايضا على المثلي كالحنطه. الحنطه اللي هي يعني ايه؟ البر اللي هو القمح. لا المتقوم. المتقوم اللي هو له قيمة، قيمي في ذاته. يعني ممكن بدلة بألفين جنيه وبدلة تانية تجيبها بمية جنيه، ودي اسمها بدلة ودي بدلة، بس ما ينفعش نعمل شركة بدل تحط انت بدلة بمية جنيه وانا احط انا بدلة بألفين جنيه وتقول لي احنا بالنص، انا حاطط بدلة وانت بدلة. انا بدلتي يا ابني اللي ام ألفين دي تجيب 20 بدلة من البدل بتوعك، قماشها ليه بطريقه معينه، زرايرها ايه، بطانتها ايه، شغلانه تانية. يبقى ما ينفعش شركه بدل وملابس جاهزه بكده، لان دي بالقيمه، واضح؟ العروض. لا المتقوم كالعروض من الثياب ونحوها، ما ينفعش تبقى الشركه كده. لكن احنا ممكن الشركه بتاعتنا تبقى شركه منسوجات وتجاره، بس الاول نبتديها اموال ونشتري بيها، لكن ما ينفعش ابتديها بالعروض، واضح؟ والثاني يبقى اول شرط ان يبقى ايه؟ نقد ناض، ناض له رواج او مثلي. والثاني الشرط الثاني ان يتفق في الجنس والنوع. يتفق في الجنس والنوع. يعني ما ينفعش ندخل شركه واحط انا ذهب وانت تحط فضه ونشتغل وتبقى الشركه، ما تنفعش. لازم الشركة لما نحط مالي ومالك مع بعض يختلطوا بحيث ما اعرفش اطلع مالي من وسط مالك، يصبح شائع خلاص، ما اعرفش اميزهم، واضح؟ لكن لو انا داخل بذهب وانت داخل بفضة تفضل متميزان، فما تبقاش شركة. شركة ايه دي؟ متفرزة ومتجنبة من اولها، واضح؟ فيبقى لازم الثاني ان يتفق في الجنس والنوع. الجنس يعني يبقى ذهب وذهب، ما ينفعش ذهب وفضه. والنوع القمح اللي انا حاطه لك قمح جيزه 10 مثلا، وانت جايب لي قمح مثلا نمره واحد، الطن من ده ب 10 طن من ده، ده نوع فخم والاثنين قمح، لكن اختلف في النوع، ما ينفعش برضه. لازم يتفقوا في الجنس والنوع. مش تجيب لي انت نوع راقي من القمح تخش بيه وادخل انا بنوع رديء من القمح ونقول اه ما هو الاثنين قمح، لا مش الاثنين قمح، لان ده ليه قيمه وده ليه قيمه، واضح؟ والثاني ان يتفق في الجنس والنوع. فلا تصح الشركه في الذهب والدراهم اللي هو اختلفوا في الجنس اهو، الذهب والدراهم، ولا في صحاح ومكسره، اختلفوا في النوع، دي صحيحه ودي متكسره، واضح؟ دي ليها قيمة ودي ليها قيمة. ولا في حنطة بيضاء وحمراء، لأن الحنطة البيضاء ليها قيمة والحنطة الحمراء ليها قيمة، وإن كانوا الاثنين جنس واحد إلا أنهم اختلفا في النوع. الشرط الثالث في الشركة أن يخلط المالين بحيث لا يتمايزان. يبقى لما يتم الخلط ما يتميز، ما عرفش مالي من مالك، واضح؟ أنا حطيت مليون جنيه وأنت حطيت 3 مليون جنيه، بقيت الشركة بتاعتنا ب 4 مليون جنيه، اتحطوا في خزنة واحدة. أعرف أنا أطلع المليون جنيه بتاعتي من المليون من ال 3 مليون؟ ما خلاص. لأن كله زي بعضه، كلها جنيهات، واضح؟ لا يتميزان.
لكن ما ينفعش ادخل انا بمليون دولار وانت بمليون ريال سعودي، ما ينفعش، لانه متميزان. واضح؟ يبقى لازم ايه؟ ان يخلط المالين بحيث لا يتميزان. يعني ما اعرفش اميز ده من ده، ابقوا زي بعض. والرابع ان ياذن كل واحد منهما اي الشريكين لصاحبه في التصرف. احنا حطينا اموالنا مع بعض وهنعمل شركه، يبقى انا اذن لك انك تتصرف في حدود الشركه اللي احنا هنشتغل فيها، وانت تاذن لي بالتصرف. يبقى احنا الاثنين ماذونين بالتصرف في هذا المال طبقا لقوانين الشركه اللي احنا وضعنا مع بعض. لكن احنا حطينا المال مع بعض وما اذنلاش بعدنا بالتصرف، يبقى ما فيش شركه. هتصرف ازاي؟ واضح؟ يبقى لازم الشريكين ياذنا لبعضهما بالتصرف. فان اذن له فيه، طب افرض احد الشريكين اذن للاخر فيه، تصرف بلا ضرر، يبقى ايه؟ لما انا اذنت لك بالتصرف وانت اذنت لي بالتصرف، لازم اتصرف بما فيه المصلحه، مش اتصرف بقى بايه؟ بحاجه تضر الشركه. يبقى لازم يتصرف بلا ضرر. فلا يبيع كل منهما نسيئه، ما اروحش انا ابيع كل الحاجه اللي عندي، البضاعه اللي عندي، اروح بيعها كلها بالاجل وفجاه الاقي ما عنديش بضاعه وما عنديش اموال، قعدت كده. طب ما انا كده خسرت، ده التجاره قايمه على تقليب المال. اروح بيع كل البضاعه نسيئه يعني بالاجل، وبعدين اقعد كده ما عنديش حاجه، طب ما كده ضرر. فاهم؟ يبقى ما يبيعش كل اللي عنده نسيئه، لانه ده ضرر بالغ. يبقى لازم التصرف يكون بلا ضرر، فان تصرف بضرر يبقى كده خان الشركه. فلا يبيع كل منهما نسيئه ولا بغير نقد البلد. كمان لازم يبيع بنقد البلد علشان يطمئن، لان نقد البلد محمي من حكومه البلد. انما نيجي نتعامل مثلا بدينار عراقي واحنا في مصر والعراق محتله، الدينار العراقي كان ب 12 جنيه مصري، دلوقتي بقى ب 12 مليم، ما يسويش حاجه يعني، تولع بيه السيجاره واخد بالك وما تندمش، لانه ملوش قيمه، كانها ورقه مرميه في الشارع. فما ينفعش اتاجر انا بنقد غير نقد البلد، لان البلد بتبقى حاميه عملتها. واضح؟ ولا بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش. وما ينفعش ابيع برضه وايه بثمن اقل من قيمه الحاجه المعروضه. بضاعه عندي ب 1000 جنيه ابيعها ب 900 ليه؟ ما ده غبن فاحش. طالما اقل من سعرها ب 10% يبقى غبن فاحش. واضح؟ واحيانا كمان هي سعرها 1000 لكن لو عرضتها في السوق لانها شحه شويه تبقى ب 1200، فلو بعتها ب 1000 ابقى غبن فاحش برضه. طب ليه انا ما استفدتش انها بقت شحه وابيعها على الغالي لمصلحه الشركه؟ فاهم؟ فلو باع حتى بقيمتها لكن لو عرضها في السوق تتباع باعلى يبقى برضه غبن فاحش، كانه باعها باقل من قيمتها. يبقى كل دي تصرفات سيئه تدل على انه تصرف تصرف يضمن فيه. ساعتها بقى يضمن ايه؟ لو تصرف سيء يبقى الشريك ده يضمن الضرر، يضمن الفرق، اغرمه الفرق اللي حصل. واضح؟ ولا بغبن فاحش ولا يسافر بالمال المشترك الا باذن، خصوصا البحر، لان كان زمان السفر في البحر يعني لا يؤمن غائله وممكن يغرق، فما ينفعش يسافر بالمال الا باذن ايه؟ صحاب الشركة كلهم، مش أحد الأطراف في الشركة ياخد كل المال ويسافر يتاجر بيه، مسافر بدون إذنهم، وبعدين يركب طيارة الطيارة تتحرق، ولا يركب خيرة الباخرة تغرق واخد معاه كل المال. لا، لازم بإذن الكل، عشان لما يحصل الضرر ده الغير متوقع يبقى الكل يتحمله، لأن هم أصحاب قرار واحد. واضح؟ ولا يسافر بالمال المشترك إلا بإذن، فإن فعل أحد الشريكين ما نهي عنه لم يصح تصرفه في نصيب ايه؟ في نصيب شريكه. طب وفي نصيبه؟ قولان. قول تفريق الصفقة. قول يقول لك لا يصح برضه لأن ده أصبح شركة، وقول تاني يقول لك يصح في نصيبه. واضح؟ يبقى عندنا قولان في نصيبه.
انما في نصيب شريكه قول واحد، لا يصح تصرفه في نصيب شريكه ان كان مخالف للمصلحه. واضح؟ طب وفي نصيبه؟ يقول لك ما هو مال انا حر فيه. نقول له لا، عندنا رايين، قول يصح في نصيبك تصرفك، وقول تاني لا يصح ايضا. قولان. ها؟ يعني نصيبه اصبح مشاع. فعندنا احنا وجهين في المساله دي. قول نفرق الصفقه، نقول نصيبه قد ايه ونخلي الضرر في نصيبه كله، ونصيب صاحبه نبرأه. واضح؟ وقول تاني قال لك لا ده لا يصح في كله، ونغرمه الكل، نغرمه كل الضرر. لكن لو قلنا يصح في نصيبه نغرمه الضرر اللي وقع على نصيب زميله بس. واضح؟ لكن لو قلنا لا يصح في الكل هيتغرم الضرر كله. واضح؟ فلو كانت الخسائر 1000 جنيه وهو نصيبه 50%، يبقى في القول بتفريق الصفقة وصححنا نصيبه نقول له غرامتك 500 بس. لو قلنا لا لا يصح في الكل نقول له غرامتك 1000 تدفع الكل. واضح؟ والشرط الخامس أن يكون الربح والخسران على قدر المالين، مش على قدر جهد أحدهم. أنا داخل معاك بالمال بتاعي 40% وأنت 60%، يبقى الربح بنسبة 40% 60%. مفيش بقى تقول أصل أنا تعبت أكتر، والتاني يقول أصل أنا مش عارف إيه بذلت مجهود أقل فيبقى آخد أقل. لأ، ياخدوا على نصيب كل واحد من الربح، وبعد كده افرض واحد تعب أكتر ياخد أجر العمل بقى، ياخد أجر العمل. يبقى أجر العمل حاجة منفصلة عن الربح، الربح الأول بنصيب بنسبة المال، لكن واحد عمل زيادة نديله بقى أجر العمل في الآخر من مجموع الشركة، من مجموع عمل الشركة، مش من نصيب أحدهما. واضح؟ يعني نطلع من المصاريف. الأول الأول الربح بيتقسم، الربح يتقسم بنصيب رأس المال مش بقدر جهد إيه الناس. واضح؟ لكن لو احنا هنحسب جهد الناس بنحسبه تبع العمل بقى، مش ايه، يبقى احسبه تبع بقى مصاريف، كانك انت اجرت عامل خصما من الربح قبل ما اقسمه، خصما من الربح قبل ما اقسمه. واضح؟ وان يكون الربح والخسران على قدر المالين سواء تساوى الشريكان في العمل في المال المشترك او تفاوت فيه، فان شرط التساوي في الربح مع تفاوت المالين او عكسه لم يصح. واضح؟ والشركة عقد جائز، حكمها هل هو عقد لازم ولا عقد جائز؟ العقد اللازم يعني ما ينفعش ينفض إلا قضاء، قضاء. كويس؟ يعني يلزمني إن أنا أستمر في الشركة، ولو عايز أخرج منها لازم أرفع قضية. لكن لما أقول عقد جائز في أي وقت أقول أنا مش عايز الشركة دي ونصفي الشركة. فالشركة دي عقد لازم ولا عقد جائز؟ عقد جائز. في أي وقت الشريك من الشركاء يفضوا الشركة أو يستمروا فيها على حسب رغبته. واضح؟ والشركة عقد جائز من الطرفين، وحينئذ لكل واحد منهما أي الشريكين فسخها ما تشاء. واضح؟ حتى ما يبديش سبب كمان. يقول أنا مش عايز الشركة دي. يقول له ليه بس؟ ما احنا شغالين كويس. مش عايزها وخلاص. بقى مش مهم، مش مهم يبدي. انما لما نقول عقد لازم، لازم يرفع القاضي ويثبت الضرر ويبين السبب عشان القاضي يحكم. لكن الشركه عقد جائز. يبقى من غير حتى ابداء الاسباب. وحتى من غير ضرر. ممكن يفضها احد الشريكين بالتفاهم او بغير تفاهم. يخبره يقول له بالتليفون قالوا احنا بقول لك ايه عايزين نصفي الشركه، عدي عليا بالليل النهارده نقعد نصفي الشركه. واخد على طول كده يروح معدي قاعدين حسابك كذا وحسابي كذا ويلا مع السلامه وانتهينا. لكل واحد منهما اي الشريكين فسخها متى شاء، وينعزلان عن التصرف بفسخهما، ومتى مات احدهما او جن او اغمي عليه بطلت الشركه خلاص، مش تنتقل للورثه. ما لو عقد لازم مات احد الاطراف يبقوا الورثه في الشرك، ما كان لا دي تبطل بموت احد الاطراف لانها عقد ايه؟ جائز مش لازم.
العقد لازم يتورث، والعقد الجائز ينفسخ بايه؟ بموت احد الاطراف او جنونه او اغمائه، بطلت تلك الشركة. ده كلام الشيخ ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب. نقرأ كلام الشيخ البيجوري في الشرح. فصل في بيان احكام الشركة بفتح الشين وكسر الراء، الشركة كما هو المشهور، ويجوز فيها سكون الراء مع فتح الشين تبقى شركة، وممكن كسر الشين مع سكون الراء شركة، كل ده ينفع ثلاث لغات، شركة شركة شركة، والمصريين العوام يقول لك شركة، هي لغة صحيحة برضه، واضح؟ والمراد الشركة الصحيحة، لأن في شركات كثيرة تانية لا يجيزها الشافعية، الشافعية لا يجيز إلا شركة العنان أو العناد، لكن شركة الأبدان، شركة الوجوه، شركة مثلا المفاوضة، دي شركات باطلة عند الشافعية، تصح على بعض المذاهب الأخرى كالأحناف وغيرها بشروط. لكن عند الشافعية لا تجوز إلا شركة العنان اللي احنا قرينا شروطها دي. يبقى الشافعية ما يجوزوش إلا نوع واحد من الشركة، الشركات المتعارف عليها بالشروط اللي احنا قرأناها. إنما في شركات تانية لو فتحت فقه الأحناف تلاقي عندهم أنواع شركات تانية يجوزوها الشافعية ما يجوزوهاش، يعتبروها حرام. كويس؟ وإحنا بنقرأ مذهب الشافعية. والمراد الشركة الصحيحة وهي شركة العنان بكسر العين على الأشهر، أخذا من عنان الدابة المانع لها من الحركة لمنع كل من الشريكين من التصرف بغير مصلحة كما سيأتي. يبقى سموها العنان بالكسر نسبة لعنان الدابة اللي يحكمها فيخليها ما تتصرفش إلا على حسب مصلحة اللي راكبها، لكن ما تمشيش على حل شعرها. بسبب ايه؟ بسبب العنان بتاعها واللجام. ويجوز فتحها، نقول العنان، اخذا من عنان السماء وهو ما ظهر منها لظهورها على غيرها من بقية الانواع الباطلة، لانها ظاهرة الايه؟ المشروعية يعني. وهي شركة الابدان، دي نوع من الانواع الباطلة بقى، شركة الابدان، وهي ان يشترك اثنان ببدنهما ليكون بينهما كسبهما متساويا او متفاضلا مع اتفاق الحرفة كخياطين او اختلافها كخياط ورفاء، وجوزها ابو حنيفة مطلقا والامام مالك مع اتحاد الحرفة وعلى بطلانها كما هو مذهبنا. زي ايه شركة الابدان؟ نجار وحداد شغالين، ده شغال في نجارته وده شغال في حدادته، يقوموا يتفقوا مع بعض نشتغل انا في نجارتي وانت تشتغل في حدادتك، واخر اليوم المكسب بالنص، اللي انا اكسبه احطه على مكسبك وكل واحد ياخد بالنص، واضح؟ دي طبعا فيها غبن فاحش، يمكن النجار يكون النهارده اشتغل كتير قوي وباع كتير قوي من نجارته والحداد ما جالوش ولا زبون، طب ياخد ليه نص اللي جالي؟ وممكن العكس، الحداد اشتغل كتير قوي وبذل جهد وانا قاعد في النجاره بتاعتي ما جاليش ولا زبون فما اتحركتش، اخد ليه نص مجهوده؟ عشان كده الشافعيه لم يجيزوه. سواء كانت الحرفه متحده او الحرفه مختلفه، واضح؟ الامام مالك اجازها اذا اتحدت الحرفه، لان لما تتحد الحرفه عند الامام مالك هيساعدوا بعض. انا شغال في ورشتي نجاره وانت ورشتك نجاره، جالي شغل زياده هتسيب ورشتك وتيجي تساعدني، لان احنا اصحاب حرفة واحدة، فهمتني ازاي؟ فاجازها الامام مالك في الحرفة الواحدة على اساس انه ممكن يتعاون اذا زاد العمل على احدهم، ولكن الامام ابو حنيفة اجازها ولو اختلفت الحرفة، والشافعية اتفقت الحرفة او اختلفت بطل على كل الوجوه. الاحناف وجهة نظرهم انها نوع من المواساة، يوم عسل ويوم بصل، هتيجي ايام انا اشتغل فيها كتير واديله، وهتيجي ايام انا نايم وهو شغال وهيديني، فالحكايه مواساه وتقرب بعضها، واخد بالك ازاي؟ وطالما بالتراضي ولا يحل مال مسلم الا بالتراضي، خلاص انا راضي وانت راضي وانت مالك يا قاضي، فهمت ازاي؟ ادي وجهه نظر الاحناف، فهمت بقى الحكايه؟ لكن الشافعيه لا يجيزوها، فهمت؟ وعلى بطلانها كما هو مذهبنا. فمن انفرد بشيء من الكسب فهو له،
وما اشترك فيه يوزع بينهما على أجرة مثل عملهما. نحلها ازاي؟ الشافعية هم اشتغلوا بالأبدان وراحوا اتخانقوا، يقوم الشافعي يحلها القاضي الشافعي. كل واحد ياخد مكسب شغله لوحده، واللي اشتركوا فيه كل واحد بنسبة ايه؟ بنسبة ماله وخلاص. وتفضوا ما تجوش تاني تتخانقوا، ما تشتركوش كده تاني. يبقى الشافعية يفضوا النزاع بالطريقة دي، وبعد كده يقول لهم ما تشتغلوش الشغلة دي تاني، الشركة باطلة دي. واضح؟ فإذا كانت أجرة مثل عمل كل منهما قدر أجرة مثل عمل الآخر فهو بينهما نصفين. والنوع الثاني من الشركات البطلة شركة المفاوضة. من تفاوض في الحديث شرعا شرع فيه، وهي إيه؟ هي شركة المفاوضة أن يشترك اثنان ببدنهما أو مالهما. كأن خلطوا شركة الأبدان وشركة العنان، خلوها مع بعض. انت حطيت مالك مع مالي واشتغلنا كل واحد في حرفته. واضح؟ دي اسمها المفاوضة. الشركة دي برضو ما تنفعش عند الشافعية، لان فيها غرر ايه؟ واضح. لابد ان احد الطرفين هيتظلم في عمل من الاعمال، فما يقبلوهاش الشافعية. شركة المفاوضة اللي هي خليط من شركة الابدان مع شركة العنان اللي هي المال. واضح؟ وهي أن يشترك اثنان ببدنهما أو مالهما ليكون بينهما كسبهما، وعليهما ما يعرض من غرم كغصب أو نحو. مش كده برضو؟ من غرم بغصب. من غرم بغصب أو نحو. يعني حصل خسارة وإحنا مشغلين، جاء واحد غصب المال بتاعنا، حاكم ظالم حرام طب علينا ورفعنا بالمسدس وراح فتح الفاترينا خد المال كله وتنه جاري غصب، يبقى غرمنا اهو، يبقى يعود علينا كلنا. واخد بقى؟ يبقى الغرم بالغرم والغنم بالغنم. واضح؟ وعليهما ما يعرض من غرم بغصب او نحو. فان خلت عن ذلك فهي شركة، لو خلت من المال تبقى شركة ابدان، واحنا قايلين برضو شركة الابدان ايه؟ بطل في الشق الاول، وشركة عنان لوجود المال في الشق الثاني. ما هي مال وحرفة. أنا دخلت معاك شركة بمالي وحرفتي، وأنت بمالك وحرفتك. واضح؟ وجوزها أبو حنيفة أيضا، لأنه أصلا عنده شركة العنان صحيحة وشركة الأبدان صحيحة. واخد بالك؟ فلو اختلطوا الاثنين مع بعض تبقى برضه شركة صحيحة. واضح؟ ده أبو حنيفة. وعلى بطلانها كما هو مذهبنا فهي كشركة الأبدان في الشق الأول، فمن انفرد بشيء من الكسب فهو له، وما اشترك فيه يوزع بينهما على نسبة أجرة مثل عملهما. وأما في الشق الثاني فإن لم يخلط المالين فلكل غنم ماله وعليه غرمه، وإن خلط هما خلط المالين يعني فالربح على قدر المالين، ويرجع كل على الآخر بقدر أجرة عمله في ماله، وقد يتقاصان. والشركة الثالثة اللي هي البطلة شركة الوجوه من الوجاهة، ودي مشهورة الوقت في زماننا ده. يروح يجي لك عضو مجلس الشعب علشان هو راجل بيقابل الوزراء والحكام، وانت راجل عندك شركة سياحة مثلا، اتوبيسات بتأجرها، هو ما عندوش حاجة إلا إنه عضو مجلس الشعب أو وزير أو راجل وجيه، ابن رئيس، ابن رئيس الوزارة، وجيه من الوجهاء له نفوذ مسموع. يقوم يقول لك إيه رأيك أدخل معاك الشركة دي بواجهتنا؟ حرست عليك كل عطاءات الرحلات اللي هتقوم بها الحكومة، وكل الوفود السياحية اللي تيجي للحكومة حرسيها على الشركة بتاعتك، هشغلها ليل نهار وبالنص يعني. دي مشهورة دلوقتي. واخد بقى؟ اهي دي بطلة، شركة بطلة. واضح؟ شركة الوجوه. يخلص له ايه؟ الاجراءات في الحكومة، يخلص له الاجراءات مش عارف ايه، رصي عليه العطاءات، يعمل ايه من خلال وجهته وهو بماله، اسمها شركة ايه؟ الوجوه من الوجاهة. دي شركة بطلة. واضح؟ والمكسب فيها حرام من الطرفين، المكسب فيه حرام للطرفين، حتى صاحب الشركة السياحة
علشان هتبقى لا مش كده وبس، هترسي عليه عطاءات ويحرم غيره وهو مش متميز عن غيره، يبقى خد كمان شغل غيره واصبح هناك احتكار. كل شركات السياحة هتفلس لان كل اعمال الحكومية اللي عن طريق الوجيه ده خلاص بقى. يجي حتى السواقين يعملوا مخالفة في المرور، قالوا يا وزير الداخلية يشيلوا المخالفات، ما بقاش في مشاكل عندهم، تتسحب رخصة السواق، قالوا يا وزير الداخلية ياخد الرخصة. والتانيين غلسوا عليهم، يدور فين الطفاية، النمرة مش عارف ايه النمرة، يلاقي التانيين قاعدين ياخدوا بغرامات ويقفوا كل حتة وشوية تفتيش وشوية مرمطة، يقولوا عملوا ايه، يفضوا الشركة بتاعته، يصبح محتكر في السوق، يبقى كده ظلم غيره. فهمت بقى؟ تبقى حرام من جميع الوجوه. اللي حاصل دلوقتي هو ده اللي حاصل دلوقتي، دي شركة باطلة. لو قروا الفقه الإسلامي ما كانوش يعملوها. ليه؟ علشان كل واحد حريص انه يبقى ماله حلال. لكن هم متصورين ان كده، طب ما انا يا اخي ما انا بخلص له شغل يا اخي وشيلني وشيلك والحكاية ماشية، ويعتبر ان الرزق حلال، وياخده ويروح يحج بيه، وياخده ويروح يعتمر بيه، وياخده ويعمل جامع بيه، وياخده وينفق بيه على الايتام، وهو محروم من الثواب لان الله طيب لا يقبل الا طيب. فهمت؟ طب سيدنا في النهارده ممكن يجيب مثلا واحد عايز يكتب عليك يروح للشباوي ويقول له خد منك اسم، ده ده الاسم بقى، ده الاسم بس، ده يدخل في شركه لا 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 ده اسم، التاني ما بياخدش منه مبلغ في كل حساب، ده بياخد منه مقابل بس الاسم مرة واحدة، مرة واحدة، ولا داخل معاه بقى في الاسم، دي ماركة تجارية، علامة تجارية، بيشتري علامة تجارية، هيوفر على نفسه دعاية واعلانات كتيرة. فهمت؟ خلاص، ده دعاية، نوع من الدعاية والاعلان، دي مش شركة. الشركة يعني يدخل معاه انفه بانفك في كل ربح داخل فيه. فهم؟ دي شركة، لكن دي مش شركة، ده انا بشتري ماركة تجارية مرة واحدة. ده هيديله العلامة التجارية دي عشان يبقى شريك، يبقى لا؟ لا يبقى لا، تبقى برضو شركة الوجوه، ما تنفعش، واخد بالك؟ لكن لو دخل معاه بالمال، جاب له المحل والتاني جاب له الادوات واشتغلوا مع بعض بنصيب مال كل واحد، خلاص ما فيهاش حاجه، ما فيهاش حاجه، تبقى شركه كويسه زي شركه العنان. تاخد ايه؟ الفقير ياخدها حلال عليه، لكن الثاني لا ثواب عليه، الفقير ينبسط بيها، ايه المشكله؟ السؤال يا دكتور بعد اذنك، سؤال في ايه؟ بيقول ايه حكم اخذ صدقاتهم؟ يا عم الفقير هو يمد ايده وياخد حاجة جاياله وهو محتاج، ملوش دعوة هو يسأل دي جايالي منين، واضح؟ لكن التاني هل يساب عليها ام لا؟ ان كانت من حلال يساب، وان كانت من حرام لا ثواب له. بس وشركة الوجوه من الوجاهة وهي العظمة والصدارة، وهي أن يشترك وجيهان أو وجيه وخامل، خامل يعني غير مشهور والتاني واحد مشهور، ليكون بينهما ربح ما يشتريه كل منهما على انفراده، أو يشتريه الوجيه ويبيع الخامل، أو بالعكس. واقتصر المصنف على الصحيحة لأنها المرادة كما مر. يبقى الشركة الأول الصحيحة اللي هي شركة العنان، والأصل فيها يعني الدليل على صحتها قبل الإجماع خبر يقول الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما، أي أنا كالثالث للشريكين في إعانتهما وحفظهما وإنزال البركة في أموالهما مدة عدم الخيانة، فإذا حصلت الخيانة رفعت البركة والإعانة عنهما، وهو معنى خرجت من بينهما. ده دليل. الدليل الثاني وخبر السائب ابن أبي السائب صيفي ابن عائذ المخزومي على الصواب لا السائب ابن يزيد، وإن ذكره شيخ الإسلام في شرح المنهج اللي هو زكريا الأنصاري،
شرح شيخ الإسلام في شرح المنهج وغيره، وتبعه الشيخ الخطيب، فقد وهمه الحافظ ابن حجر أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل المبعث في التجارة، اللي هو السائب ابن أبي السائب، كان شريك النبي قبل المبعث في التجارة، فلما جاء إلي يوم الفتح قال مرحبا بأخي وشريكي لا يداري ولا يماري. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل لما ذكر كما هو المتبادر، ففيه تقرير منه صلى الله عليه وسلم للشركة وتعظيم للسائب المذكور، خصوصا مع قرنه بالأخوة والترحيب لافتخار منه صلى الله عليه وسلم بشركة السائب، لأن الأعلى لا يفتخر بالأدنى كما هو ظاهر، وإن توهمه بعض الطلبة. وإن كان السائب هو القائل للكلمة دي، لما ذكر افتخارا منه بشركة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجه الدلالة إقراره صلى الله عليه وسلم على ذلك. أركانها، هي أركان الشركة خمسة: عاقدان ومالان وصيغة. يبقى خمسة: عاقدان ومالان وصيغة. وأما العمل فهو تابع، وكذا الربح، ومن جعلهما ركنين تكلف، حيث جعل المعنى وذكر العمل وذكر ربح وذكر عمل وذكر ربح وشرط في حيث جعل المعنى وذكر عمل وذكر ربح، يعني الربح والعمل دي مش من الأركان، ده من مقتضيات الشركة وليس من ايه، من أركان الشركة. وشرط في العاقدين، وشرط في العاقدين أهلية التوكيل والتوكل. يبقى شرط في العاقدين، الشرط في العاقدين ايه؟ أهلية التوكيل والتوكل، انك انت توكل وتتوكل، ما انت هتأذن له وهو هيأذن لك، فانت لما تأذن له تبقى انت الاصيل وهو الوكيل، وهو لما يأذن لك يبقى هو الاصيل وانت الوكيل، فلابد يبقى في أهلية التصرف في التوكل والتوكيل، لان كل منهما موكل للآخر ووكيل عنه، هذا إن كان كل منهما متصرفا، وإلا اشترط في المتصرف منهما أهلية التوكل وفي الآخر أهلية التوكيل فقط، حتى يجوز كونه أعمى كما قاله في المطلب. يعني ممكن يبقى أحد الشريكين أعمى، يبقى يصح منه التوكيل، واخد بالك، أن يوكل غيره، لكن لا يصح أن يكون هو الموكل، لأنه عمى يجعله لا يستطيع أن يمارس التجارة بطريقة ليست فيها غرر، واضح؟ يبقى لكن أهل أنه يوكل غيره، لكن ليس هو أهلا أن يكون وكيلا لغيره. وسيأتي شرط المالين وشرط الصيغة أن تشعر بالإذن. شرط الصيغة إيه؟ أن تشعر بالإذن في التصرف لمن يتصرف منهم أو من أحدهم. قول وهي الشركة، يعني وهي لغة الاختلاط سواء كان بعقد أم لا، وسواء كان في الأموال أو في غيرها. قول وشرعا عطف على لغة، وقول ثبوت الحق على جهة الشيوع في شيء واحد لاثنين فأكثر، الأولى أن يقول عقد يقتضي ثبوت الحق، لأن مقصود الباب الكلام على العقد المذكور لا على ثبوت الحق وإن لم يحصل عقد، كما في الموروث ونحوه، لأن الموروث الإرث بيثبت الحق مع عدم وجود عقد، مش كده برضو؟ لكن الشركة دي عقد، فكان لازم يقول عقد يثبت حق، إنما ما يقول حق ثابت على الشيوع يدخل فيها الإرث، واضح؟ وإحنا عايزين نخرج الإرث. وقوله على جهة الشيوع أي على جهة هي الشيوع، فالإضافة للبيان. قوله وللشركة خمس شرائط بترك التاء، مش خمسة شرائط، يعني خمس شرائط بترك تاء التأنيث، لأن المعدود مؤنث، إذ الشرائط جمع شريطة، والأول منها على وجه ضعيف، فترجع الشروط لأربعة فقط، إلا أن يحمل على أن المفهوم فيه تفصيل كما سيأتي. وللشركة خمس شرائط، قال لك أن تكون
على نبض من الدراهم والدنانير. الشرط الاول ده على فكرة بيقول لك ده ما يتعد الشرط ده وصف، لكن ايه عدوا شرط ده وجه ضعيف. ان تكون الشركة على نبض اي منضود اي مضروب، يعني عملة مسكوكة. عارف انت مصالح سك العملة؟ هو ده معنى النبض. نبض يعني عملة مسكوكة سكتها الحكومة وصارت فيها قبول عام. كويس؟ ادي معنى النبض. اي مضروب، وقوله اي نقد اي منقود، وهو الدراهم والدنانير. فقوله من الدراهم والدنانير بيان له. قوله وان كان مغشوشين غاية للرد فان في المغشوش وجهين اصحهما كما في زوائد الروضة جوازه. وقوله واستمرار واستمر رواجهما في البلد اي واستمر نفاقهما يعني انفاقهم يعني، وعدم بوارهما في بلد البيع كما جرت به العادة في زمننا، فإن المعاملة فيه بالدراهم والدنانير المغشوشين. ولا تصح في تبر، هو قطع الذهب والفضة قبل تخليصهما من تراب المعدن، وعدم صحة الشركة فيه وإن أطلقه الأكثرون مبني على أنه متقوم، وهي لا تصح في المتقوم يعني القيمي، والمعتمد أنه مثلي، وتصح الشركة فيه على المعتمد. يعني فيه قال لك المثلي تصح الشركة فيه. كويس؟ يبقى بعضهم قال لك ان التبر تصح لانه مثلي، لان ايه؟ لانه مثلي، فيه هناك ما يمثله. وقوله وحلي وسبائك ضعفه المحشي ورجح الصحة فيهما بناء على انهما من المثلي، واعتمد بعضهم عدم الصحة في الحلي لأن الصنعة فيه متقومة. الحلي الصنعة بتاخد جزء من قيمته، مش كده برضو؟ وبالتالي يبقى ملوش مثل، لأنه ممكن تبقى دي صنعتها أكتر من دي، يبقى تنفعش تبقى دي مثل دي بالرغم أن وزنهم واحد، لأن دي الصنعة بتاعتها أكتر، فالصنعة تتاخد منها أكتر. واضح؟ وتكون الشركة أيضا على المثلي، أي كما تكون على النبض من الدراهم والدنانير، فتصح على المثلي على الأظهر، لأنه إذا اختلط بجنسه انتفى التمييز بينهما فأشبه النقدين. ويؤخذ من كلام الشارح أن المفهوم فيه تفصيل، لأن مفهوم النبض يفصل فيه بين المثلي فتصح فيه الشركة أيضا، وبين المتقوم فلا تصح فيه. وعلى هذا ينتفي التضعيف السابق. وبالجملة فالأولى إبدال النبض بالمثلي كما قال في المنهج، وشرط المعقود عليه كونه مثليا، بدل ما يقول ما النبض قال لك مثلي علشان يدخل الايه كل ما تصح به الشركة، لأن المال النبض جزء مما تصح به الشركات وليس كل الشركات تصح بالمال النبض. قول لا المتقوم أي فلا تصح الشركة فيه. وقولك العروض جمع عرب، وهو ما قابل النقد، اللي هي عروض التجارة يعني، ثياب، دقيق، مثلا أي حاجة، دواب، كل دي، سيارات وغيرها، ومحل ذلك إذا لم تكن مشتركة بينهما بإرث. لكن لو مشتركة بينهما بالإرث تصح الشركة فيه وبنصيب إرث كل واحد أو نحوه كشراء، ويأذن كل منهما للآخر في التجارة وإلا صحت الشركة. ومن الحيل في الشركة في المتقوم. طب إزاي إحنا عندنا متقوم وعايزين نعمل شركة، نحتل إزاي عشان نصححها؟ حيلة، حيلة، حيلة فقهية، واخد بالك؟ يقول لك من الحيل أن يبيع أحدهما بعض عرضه ببعض عرض الآخر، سواء اتفق الجزءان في القدر أو لا، كنصف بنصف، فيملكانه بالسوية أو ثلث بثلثين لتفاوت في قيمتهما، فيملكانه بهذه النسبة، ثم يأذن كل منهما للآخر بعد التقابض في التصرف، لأن المقصود بالخلط حاصل، بل ذلك أبلغ، لأنه ما من جزء هنا إلا هو مشترك بينهما بخلافه في خلط المثليات، فإن مال كل واحد منهما ممتاز عن الآخر في نفس الأمر وإن لم يتميز في الظاهر. واضح؟ يعني لما يبقى عندي مال متقوم وإنت عندك مال متقوم، إنت عندك أساس
حجرات سفرة مثلا وانا عندي حجرات نوم وعايزين نعمل شركة موبيليا مع بعض، واضح؟ نقوم ايه؟ ما ينفعش طول ما هي متقومة كده. طب احنا عايزينها تنفع نعمل ايه؟ اقول لك بقول لك ايه، ما تاخد قط النوم اللي عندي دي بقطين سفرة من اللي عندك، ايه رأيك؟ نقول لي ما عنديش مانع. يبقى معناه ان الاوضة تساوي قطين، يعني التلت والتلتين، يبقى خلط دول مع بعض ويبقى بنسبة التلت والتلتين، يبقى شركة موبيليا بنسبة التلت والتلتين، واضح؟ هذه الطريقة اللي هي الحيلة الفقهية يعني، اللي بيها يصير المال المتقوم مثل أو ناض، واضح؟ قول أن يتفق أي المالان، وقول في الجنس والنوع أي دون القدر، فلا يشترط اتفاقهما فيه إذ لا محظور في التفاوت. ما يشترطش أنه يتفقوا في القدر، ده أنا ممكن أدخل بمليون وأنت بعشرة مليون ما يضرش، يبقى واحد لعشرة، لكن المهم الجنس والنوع، لأن الربح والخسران على قدر المالين كما سيأتي، والمراد بالنوع ما يشمل الصفة كما أشار إلى ذلك الشارح في التفريع، فلا تصح الشركة في الذهب والدراهم تفريع على المفهوم، هو أنهما إذا لم يتفق في الجنس والنوع فلا تصح فيه مع ما قبله لف ونشر مرتب. فالأول اللي هو الجنس وهو قوله في الذهب والدراهم للأول اللي هو اختلفوا في الجنس وهو عدم الاتفاق في الجنس، ومحل عدم الصحة في ذلك إذا كان الذهب لأحدهما والدراهم للآخر. إنما افرض أنا عندي ذهب ودراهم وأنت عندك ذهب ودراهم، ينفع يختلطوا مع بعض؟ لكن أنا عندي ذهب بس وأنت عندك دراهم بس، ما ينفعش نعمل شركة، واضح؟ والثاني وهو قول ولا في صحاح ومكسرة ولا في حنطة بيضاء وحمراء للثاني، وهو عدم الاتفاق في النوع. قول أن يخلط، والثالث أن يخلط المالين بحيث لا يتميزان. الأولى أن يقول اختلاط المالين لأن كلامه يوهم أنه لابد من فعلهما، أصل ما يقول أن يخلط المالين معناه أن احنا الاثنين لازم نقوم نخلط المالين، لا مش لازم أن احنا اللي نقوم نخلط المالين، كان حقه يقول أن يختلط المالين، يعني أي حد يخلطه اللي بيعاونونا يخلطوه، إنما يقول أن يخلط جعل إيه؟ جعل الشركاء هم اللي يقوموا يخلطوا بنفسهم، ودي دقة الفقهاء في التعبير يعني. فبيقول ايه، الاولى ان يقول اختلاط المالين لان كلامه يوهم انه لابد من فعلهما، وليس كذلك بل المدار على اختلاطهما ولو بغير فعلهما، واضح؟ ولا بد من اختلاطهما قبل العقد، زي ما قلنا في الوضوء زمان ان الركن غسل الوجهين، لا الركن ان يغسل وجهه، لا غسل الوجه، يعني لو الدنيا بتمطر وعرض وجهه كده للمطره بالنية اتوضى، مع ان وجهه انغسل ولم يغسله هو، واضح؟ فهمت؟ يبقى غسل الوجهين مش ايه؟ مش ان يغسل وجهه، الركن بتقول ان يغسل وجهه يبقى لازم هو اللي يغسل، لما بتقول غسل الوجهين يبقى سواء هو اللي غسل وجهه او اتغسل لوحده بماء مطر أصابه مع النية، واضح؟ نفس الكلام هنا، يعني الفقه تلاقي ماشي بترتيب ذهني واحد في كل الأبواب. يعني لقيت مثلا المطرة جامدة تروح ايه عامل وجهك كده وإيدك كده وإيدك كده بالنية، ودماغك هي مبلولة ورجلك كده ورجلك كده، والله أكبر صلي وخلاص، فهمت؟ سهلة، لأن الدلك سنة، الدلك سنة، إنه لازم يدلك كده ده سنة، لكن الغسل هو الركن خلاص، الغسل اللي هو جريان الماء وده تم. وليس كذلك بل المدار على اختلاطهما ولو بغير فعلهما، ولا بد من اختلاطهما قبل العقد، لازم الاختلاط يتم قبل العقد، فلو حصل الاختلاط بعد العقد او معه يعني اثناءه لم يكفي، اذ لا اشتراك حال العقد، فيعاد العقد بعد ذلك ان اريد الشركة الصحيحة. وما ينفعش لسه ما خلطناش المال ونعمل شركة على مال، طب فين المال المخلوط؟ هو انا ينفع اتجوز واحدة ولسه ما اتولدتش؟
مش لازم اما تتولد فاهم؟ فالشركة لازم الاول يبقى المال اللي انا هعمل الشركة فيه موجود ومختلط، وبعدين نعمل العقد، ولا هعمل عقد على غائب فهمت؟ فيبقى لازم يبقى المال مخلوط واحنا بنعمل العقد، يعني ما يتخلطش كمان اثناء العقد، لا قبله. طب افرض خلطوا المال وكنا عملنا العقد، نعيد العقد تاني، نعيد العقد تاني بعد اختلاط المال عشان نصحح، واضح؟ ولا ينفع اصلي الظهر قبل ما يدن؟ ما ينفعش اصليه قبل ما ياذن، كل حاجه ليها وقتها. ينفع اتوضى قبل ما يجيبوا لي الميه؟ ازاي يعني؟ ازاي اتوضى قبل ما يجيبوا لي الميه؟ يقول لك اه زي ما تعمل عمليه قبل ما يجيبوا لك العيان. طب وازاي هتعمل عمليه والعيان لسه ما جاش؟ ها؟ ايه ايه؟ الصيغه؟ ايوه، ما هو التراضي يكون باللفظ ولا قلبي؟ لازم باللفظ، لازم اللفظ، لان احنا لا اطلاع لنا على قلب بعضنا البعض، فلازم يبقى في لفظ واضح، واخد بالك؟ بحيث لا يتميزان، اي عند العاقدين على المعتمد خلافا لبعض المتاخرين، فلو كان كل منهما يعرف ما له بعلامه لا يعرفها غيرهما، هل تصح الشركه نظرا الى حال الناس او لا نظرا الى حالهما؟ افرض ان المال بتاعي اختلط بمال غيري، لكن انا معلم المال بتاعي بعلامة ما حدش يعرفها غيري، لكن الناس ما تعرفهاش، فتصح الشركة وانا اعرف مالي في وسط مال التاني شريكي بعلامة؟ فهل العلة بعدم معرفة الناس ولا بعدم معرفة احد الشريكين؟ فهمت ازاي؟ علشان كده ابتدى الفقهاء يفكروا في الصورة دي، هل تصح ولا لا تصح؟ فلو كان كل منهما يعرف ما له بعلامة لا يعرفه غيرهما، هل تصح الشركة نظرا إلى حال الناس إن هما مش هيعرفوا يميزوا؟ أو لا تصح نظرا إلى حالهما اللي هما العاقدين؟ قال في البحر يحتمل وجهين. البحر ده كتاب من فقه الشافعية الكبار. قال يحتمل وجهين، والأوجه عدم الصحة أخذا من عموم كلام الأصحاب، واضح؟ قول أن يأذن كل واحد، الرابع أن يأذن كل واحد منهما أي الشريكين لصاحبه في التصرف، أي إن كان كل واحد منهما يتصرف، وإلا فيكفي إذن من لم يتصرف لمن يتصرف. افرض ان الشركة دي بين اثنين، واحد ناوي يخرج في السوق يتصرف والتاني هيقعد في البيت، لكن الاثنين بمالهم، فاذا كان واحد فيهم هيتصرف يبقى يكفي اذن اللي مش هيتصرف للاخر ان يتصرف، والتاني مش شرط يأذن لمن لا يتصرف ان يتصرف لانه مش ناوي يتصرف اصلا، واضح؟ كان تكون شركة مثلا بين رجل وامرأة، والمرأة هتبقى في البيت بتشوف العيال بتربيهم، لكن هي ادياله المال، فاهم؟ فهي تأذن له بالتصرف، لكن هو مش شرط يأذن لها بالتصرف لان هي مش هتتصرف اصلا، مش هتخرج، واضح؟ والا فيكفي اذن من لم يتصرف لمن يتصرف، فان قال احدهما للاخر اتجر او تصرف، تصرف في الجميع، ولا يتصرف القائل الا في نصيبه ما لم يأذن له الاخر. يبقى لو قال له تصرف يبقى يتصرف في كل المال. طيب والتاني ما قالش للاخر تصرف، يبقى التاني يتصرف في نصيبه بس، في قدر نصيبه بس، واضح؟ طالما التاني ما اذنلوش بالتصرف، فهمت؟ ما هو نصيب غير معين بس بالقدر، بالقدر. نصيبك نص 50% يبقى تصرفك في 50% من راس مال الشركه. شرطوا عدم تصرفه، ما خلاص ما يجراش حاجة. افرض عنده نوع من السفاهة لما ينزل السوق ما عندوش خبرة، فقال له هشترك معاك وكل حاجة بس ما تتصرفش الا باذني، ما يجراش حاجة. لا ما هي الحاجات هنا
الموضوع الإدارة بالتصرف وعدمه مش بنسبة رأس المال، ده بالإذن، عايز الإذن بس. إنما مسألة مجلس الإدارة دي قوانين تانية، علشان مين يبقى رئيس مجلس الإدارة والحاجات دي، دي عايزة تبقى نسبة رأس المال تزيد عن كذا عشان يبقى هو اللي رئيس الشركة، مش علشان هو اللي يديرها بدون إذن الأطراف الآخرين. لا، برضو بإذن الأطراف الآخرين، لابد إذنهم، فهم؟ يعني دي قضية غير القضية اللي هو علشان نعين مجلس إدارة، لازم مجلس الإدارة دي تبقى ليها قوانين. أيوة، ما أقف على جملة مفيدة. ولا يتصرف القائل إلا في نصيبه ما لم يأذن له الآخر، وإلا تصرف في الجميع أيضا، فإن شرط ألا يتصرف أحدهما في نصيب نفسه لم يصح. لو شرط قال له ما تتصرفش ولا حتى في نصيب نفسك، يبقى لا يصح، لما فيه من الحجر على المالك في ملكه. كويس، لأن كده كأنه حجر على واحد بحرية تصرفه في مال. ولو اقتصر على قوله ما اشتركنا لم يكفي الاحتمال كونه إخبار عن شركة سابقة. نعم، إن نوي بذلك الإذن في التصرف كفى، ولابد أن يكون الإذن في التصرف بعد الخلط، فلا يكفي قبله كما علم لصاحبه، أي إن كان أهلا للتصرف ولو ذميا، لكن مع الكراهة، يعني يكره أنك أنت تعمل شركة مع ذمي، مع غير مسلم، يعني يكره لكن مش حرام. فيكره مشاركة الذميين كأكل طعامهم، وكذلك تكره مشاركة من لا يحترز من الربا والمعاملات الفاسدة كما قاله الدميري في التصرف. بيقول والشرط الرابع أن يأذن كل واحد منهما، أي الشريكين، لصاحبه في التصرف، ولا يشترك تعميم ما يتصرف فيه. يعني مش يقول يتصرف مطلقا، لا، ممكن يقيده في بعض التصرفات، ولا تعيينه، ولا يشترط تعميم ما يتصرف فيه ولا تعيينه، بل يجوز الإطلاق، لكن لو عين جنسا لم يتصرف في غيره. يعني يقول له مثلا احنا هنعمل شركة في تجارة المنسوجات، مثلا انت شاطر في تسويق ايه، المنسوجات القطنية، مالكش دعوة انت بقى ايه بالمنسوجات الصوفية، سيبها لنا مثلا، يحين له حاجة هو متميز فيه ما يضرش. لكن لو عين جنسا لم يتصرف في غيره، ولا يكفي الإذن في البيع ولا في الشراء مثلا، بل لابد من الإذن في التصرف للتجارة أو مطلقا. يعني ما يقولوش أنا أذن لك بتبيع بس لكن ما تشتريش، أو تشتري بس أو ما تبيعش، لا، يأذن له في التجارة مطلقا أو مطلقا. واعلم أن يد الشريك يده يد ضمان ولا يد أمانة؟ الشريك يده أمانة في الأصل كده، يبقى اليد على سائر المال يد أمانة، ويد الأمانة يعني لا يضمن إلا إذا قصر، إنما لو ما قصرش لا يضمن. واضح؟ واعلم أن يد الشريك يد أمانة، فيقبل قوله في الربح والخسران والرد وغير ذلك، وفي دعواه التلف تفصيل، لما يدعي بقى التلف هي تفصيل الوديعة، تفصيل الوديعة، لو تلفت بتقصيره يضمن، ولو تلفت بغير تقصيره لا يضمن. ادي تفصيل الوديعة، واضح؟ ولو قال من في يده المال هو لي، وقال الاخر هو مشترك، او عكسه، يعني واحد في ايده المال والتاني جاء ادعى وقال قدام القاضي لا، المال اللي في ايده ده احنا شركاء فيه، لكن القاضي شايف ان المال في ايد فلان واللي تحت ايده، يبقى اقوى عند القاضي، موقفه اقوى عند القاضي من المدعي، يقوم القاضي يقبل يمين اللي في ايده المال، لو حلف ان المال ماله خلاص يبقى ماله. واضح؟ لان الاصل ان المالك يبقى حاجه في ايده، وده كون المال في ايده ده مع الاصل، وقواه انه حلف كمان. واضح؟ صدق صاحب اليد بيمينه، واضح؟ بخلاف ما لو قال اقتسمنا وصار ما في يدي لي، وقال الآخر بل هو مشترك. الصورة الثانية يتقسموا المال، واخد بالك؟ فبقى ده في ايده مال والتاني في ايده مال، واخد بالك؟ واحد منهم قال لا، ده المال مشترك لسه، ما تقسمناش ولا حاجة، انكر القسمة. واضح؟
فإنه يصدق المنكر بيمينه، لأن الأصل عدم القسمة، الأصل أن الشركة باقية واليقين لا يزول بالشك، فهمت؟ فهو بيدعي عدم القسمة، واخد بالك ازاي؟ والتاني بيدعي القسمة والتاني بيدعي عدم القسمة، فإنه يصدق المنكر بيمينه لأن الأصل عدم القسمة. الأصل عدم القسمة يعني ايه؟ يعني بقاء الشركة على ما هي عليه. ويصدق ما هو في هنا بيفترض ان ما فيش شهود، ترى ده بيدعي وده بيدعي قدام القاضي، ما فيش شهود، فيش اوراق، يعمل ايه القاضي؟ بس في القضية كده واضح. ويصدق في قوله اشتريت هذا للشركة ولو كان خاسرا، وفي قوله اشتريته لنفسي ولو كان رابحا، لانه اعرب بقصده، ومحل كون يده يد أمانة ما لم يستعمل المال المشترك، وإلا فهو مستعير إن كان بإذن الآخر، وإلا لو ما كانش بإذن الآخر فغاصب، والغاصب يبقى يد ضمان. ولذلك أفتى ابن أبي شريف فيما إذا ماتت الدابة المشتركة بين اثنين تحت يد أحدهما بأنها إن كانت تحت يده بإذن شريكه في الاستعمال فنصيبه مضمون ضمان العواري، العارية، والعارية تضمن لو قصر في استعمالها أو استعملها في غير وظيفتها. وإن كانت تحت يده بغير إذنه فهو مضمون ضمان المغصوب، يضمنه سواء هلك بسبب تقصيره أو بعدم تقصيره، واضح؟ طالما بغير إذنه تبع حكمها حكم المغصوب. وإن لم يستعملها، وإن كانت تحت يدي بإذن شريكي ولم يأذن له في الاستعمال ولم يستعملها فهو أمانة غير مضمونة إلا إذا فرت، ولو قال له علفها في نظير ركوبها فهي إيجارة فاسدة، فلا ضمان عليه إلا بالتقصير. ولو باع أحد الشريكين نصيبه وسلم الدابة للمشتري من غير إذن شريكه صار ضامنين، وقرار الضمان على من تلفت تحت يده. كل دي قضايا مختلفة لصور مختلفة. قول تصرف بلا ضرر يبقى يأذن له في التصرف، فإذا أذن له فيه تصرف بلا ضرر. لو قال تصرف بمصلحة لكان أولى، إذ لا يصح البيع بثمن المثل. وثم راغب بأزيد مع أنه لا ضرر فيه لعدم المصلحة زي ما شرحنا. يعني لو باع بثمن المثل لكن في واحد ياخده بأزيد وما باعش بأزيد يبقى ضرر، واضح؟ لكن الشارح لم ينظر لذلك لندوره، فلا يبيع كل منهما نسيئة ولا بغير نقد البلد، تفريع على مفهوم قوله تصرف بلا ضرر، وقوله نسيئة أي لأجل، وقوله ولا بغير نقد البلد كأن يبيع بعرض، وقوله ولا بغبن فاحش كأن يبيع ما يساوي 100 ب90. الغبن الغير فاحش يبقى اقل من 10% سواء فوق او تحت، واخد بقى؟ يبقى ده غبن غير فاحش. يعني عربية ب100,000 باعت 95 تمشي، 98,000 تمشي، واضح؟ لكن باعت 90 فاقل ده غبن فاحش، واضح؟ قول ولا يسافر بالمال المشترك اي لما في السفر من الخطر، وقوله الا باذن رابع لجميع ما قبله، وفي معنى الإذن في السفر ما لو ذكر بلد للتصرف يتوقف الوصول إليها على السفر فله السفر إليها. طب افرض احنا اتفقنا اننا هنتاجر والشركة بتاعتنا دي هتبقى في الكويت، يبقى طول ما بيروح الكويت مش محتاج ياخد إذن، لان هي كده كده احنا نصين على البلد، واضح؟ فله السفر إليها ولا يستفيد ركوب البحر بمجرد الإذن في السفر، بل لابد من التنصيص عليه لشدة خطر البحر. يعني كنظيره في القراب قول وفي نصيبه قول لا تفريق الصفقة، الصفقة يعني، فإن فعل أحد الشريكين ما نهي عنه لم يصح في نصيب شريكه قولا واحدا بالإجماع. طب وفي نصيبه قولان في تفريق الصفقة، واحد قال لك يصح والتاني قال لك لا يصح برضه. وفي نصيبه قول تفريق الصفقة فقيل يبطل فيه أيضا، والأصح الصحة في نصيبه دون نصيب شريك. قول أن يكون الربح والخسران، والخامس أن يكون الربح والخسران على قدر المالين، لا يشترط التصريح بذلك بل الشرط ألا يشرط خلاف ذلك،
يعني هم مش شرط ينصوا ان الربح بقدر المال، خدت بالك؟ فلو ما نصوش على كيفية الربح فالربح يتقسم بقدر المال لان الشركة كده، لكن لو نص خلاف ذلك تبقى شركة باطلة. واضح؟ بأن يشرط ذلك أو يسكت عنه. قوله على قدر المالين أي باعتبار القيمة ولو في المثليين عند اختلاف القيمة. فلو خلط قفيز بر بمئة بقفيز بر بخمسين، البر هنا قمح بمية وفي قمح تاني أردأ في النوع بخمسين، فالربح والخسران بينهما أثلاثا. قوله سواء تساوى الشريكان في العمل في المال المشترك أو تفاوتا فيه. فلو شرط زيادة في الربح للأكثر منهما عملا بطل العقد لفساد الشرط، يقول أنا هاخد أكثر علشان العمل، لا، العمل الزائد أجرة العامل، ما تاخدوش من الربح، تاخده بأجرة العامل. هو لما أجيب أنا واحد يشتغل في الشركة يبقى شريكي؟ فهمت بقى إزاي؟ فالعمل ده عامل، كأنما تعمل أنت بصفة عامل، لكن لما تربح بصفتك شريك. واضح؟ يبقى العمل نشوف العامل اللي يعمل هذا العمل ياخد اجره قد ايه وادهولك، لكن ما تبقاش شريكي في الربح عشان عملت. واضح؟ لان عمر العامل ما بيبقى شريك، ياخد اجرته وخلاص، مش كده؟ فان شرط التساوي في الربح مع تفاوت المالين كان يكون لاحدهما 100 وللاخر 200 وشرط ان الربح بينهما نصفان، وقوله او عكسه اي او شرط عكسه هو التفاوت في الربح مع تساوي المالين كأن يكون لأحدهما 100 وللآخر 100 أيضا وشرط أن يكون لأحدهما ثلث الربح وللآخر ثلثه، وكذا لو شرط التفاوت في الخسران. وقوله لم يصح لكن ينفذ التصرف منهما لوجود الإذن، والربح والخسران على قدر المالين. يبقى الشرط لا يصح لكن تصرفهم نافذ، ونقسم الربح على، لأن كل شرط خالف شرع الله كأنه هدر، كأنه مش منصوص عليه. واضح؟ يعني لو شرط تفاوت الربح مع تساوي المال وتصرفوا على كده، التصرف نافذ لكن الربح يتقسم على نسبة المال مش على الشرط، لانه شرط الباطل. كل شرط ليس في كتاب الله يبقى ليس ايه؟ ليس شرط، ما نعملش فيه. واضح؟ ويرجع كل منهما على الاخر بأجرة عمله. افرض واحد عمل زيادة شوية يبقى ياخد أجرة العمل، لكن ما ياخدش نصيبه من العمل من الربح. واضح؟ بأجرة عمله في مال الاخر كالقراض الفاسد، وقد يتقصان ويرجع صاحب الفضل به. فإذا كان مال أحدهما 2000 ومال الاخر 1000 وأجرة عمل كل منهما 100، فثلث عمل الاول في ماله وثلثه في مال الثاني، وعمل الثاني بالعكس، فللأول على الثاني ثلث 100. يعني لما يجي ياخد أجرة العمل ياخد أجرة العمل على نصيبه في عمل مال غيره، إنما أعماله هياخد أجرة عمل على ماله؟ طب وأنا مالي؟ فهمت؟ ماليش دعوة. يبقى هو أجرة عمله هو يملك تلت المال ده، يبقى هياخد تلتين أجرة العمل مش أجرة العمل كاملة، لأن أجرة عمله في ماله ملوش أجرة فيه. واضح؟ أيوة، مش من الربح، لا، إيجارة، كأنك جبت عامل اشتغل. واضح؟ وأنا لما أجيب عامل يبني لي البيت بقى شريكي في البيت؟ أدي له أجرته، مع السلامة. فهمت؟ بس. والشركة عقد جائز من الطرفين أي من الجانبين. وقوله وحينئذ أي وحينئذ كانت الشركة عقدا جائزا من الجانبين. وقوله فسخهما ولكل واحد منهما أي الشريكين فسخها متى شاء أي ولو بعد التصرف. قوله وينعزلان عن التصرف بفسخهما، فإن قال أحدهما للآخر عزلتك أو لا تتصرف في نصيبي، لم يتصرف المعزول إلا في نصيب نفسه. وأما العازل فله أن يتصرف في نصيب المعزول لعدم انعزاله. يعني أنا قلت له أنا عزلتك
وهو ما قاليش انا عزلتك يبقى انا اتصرف في المال كله، لكن هو ما اتصرفش الا في مال نفسه، واضح؟ لحد ما هو يقول لي برضه انا عزلتك. فهمت بقى المساله؟ وعشان كده بيقول وينعزلان عن التصرف بفسخهما، ومتى مات احدهما او جن او اغمي عليه بطلت الشركه، لان الشركه عقد ايه؟ عقد جائز مش لازم. العقد اللازم يتورثوا الورثه، انما العقد الجائز ينتهي بموت احد الشريكين، واحنا قايلين ان عقد الشركه عقد جائز وليس عقد لازم، وبالتالي ينتهي الشركه بموت احد الايه؟ الافراد او جنونه او اغماؤه، واضح؟ يعني اغماؤه يعني دخل في غيبوبه ودخل ايه؟ العنايه المركزه، يبقى الشركه تفضل. طب فاء من الغيبوبه يبقى يرجع يعيد العقد الشركه تاني، واضح؟ ما العقد اللازم في الشركه ده مخالف للشرع، فيقوم الشرع يقول لك لا هنخليها برضه جائز، ولا عبره باتفاقه. الشرع اصله فوق الاتفاق، لان افرض هم اتفقوا حاجه تضر الورثه، افرض انك انت شريك في شركه الورثه ما تعرفش تديرها، فليه تلزم الورثه يبقوا داخلين في شركه ما يعرفوش يديروها، او يبقى مع واحد مناكف ياكل حقهم؟ كان البني ادم قبل ما يموت قاعد منقره وعارفه ومحافظ على ماله، مات سايب له ورثه ما يعرفوش طبعه ياكله. فهمت؟ فالشرع حريص على المصلحه. قوله او اغمي عليه بيقول لك ايه؟ ومتى مات احدهما او جن او اغمي عليه وان كان قليلا، ولو اغماء قليل، خلافا لمن استثنى الاغماء الخفيف، لان ظاهر كلامه كلام الاصحاب يخالفه، ومنه الاغماء الحاصل بالتقريف في الحمام او في غيره. يعني في ناس لما تخش الحمام وتتعرض لسخونه وبروده يغموا عليه شويه كده، فلو اغموا عليه في الحمام اغماء خفيف كده بطلت الشركه، لازم لما يفوق يرجع يعمل العقد من اول وجديد، واضح؟ ده على مذهب الشافعيه يعني، لان في مذاهب ثانيه ما بتقولش كده. أو في غيره فليتنبه له. وقوله بطلت تلك الشركة فإن أراد دوامها فلا بد من تجديد العقد، واضح؟ ويبقى كده احنا خلصنا الشركة واقفين على أحكام الوكالة يوم الاثنين القادم إن شاء الله رب العالمين، وهو آخر باب في الجزء المجلد الأول من حاشية البيجوري. إنه فقد الإدراك، وفقده للإدراك ده يؤدي إلى عدم قدرتي على التصرف، ومن شروط الشركة القدرة على التصرف، هذه الحكاية. فدي الإغماء يؤدي إلى عدم القدرة على التصرف، فصار أحد الشريكين غير قادر على التصرف، فيبقى ما يبقاش صالح لأن يكون طرف في عقد في الصورة دي في الوقت اللي هو مغمى عليه فيه، وبالتالي يبقى خرج عن أهلية العقد، فلما يرجع يفوق تاني صار اهلا للعقد فيجدد العقد تاني، واضح؟ وكذلك لو اتجنن وبعدين بعد كده اتعالج وعقل يرجع يعمل العقد من اول وجديد. الشريك التاني ملوش حق تصرف في الشركه، انفصل الشركه، اه خلاص بطلت الشركه، بيتصرف في قدر ماله وخلاص. والله اعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر امورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك املنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحب وترضى. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات الى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا شاكرين نعمك مثنين بها قابليها وأتمها علينا يا رب العالمين، وبارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان مع كمال العافية في الدين والدنيا والآخرة، وإنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما حيينا، وتقبل ذلك منا يا رب العالمين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.